يحتاجون لتقاطع البهر ومطالبة الإفراج عن المعتقلين اللي موجودين عند الدولة. ناصر بي لا ترد روحك، ثورة ورجعك، أو في المحافظة تو أرسل من المعتقلين. يلا أبوي كل شيء يرجع، كل شيء يرجع، كل شيء يرجع. يلا أبوي ناصر لا ترد روحك، أبناء ذي قار حاليا يتوجهون لتقاطع البهر على الثوار البحار لتقاطع البهر. شبابنا بخير من سلامة خيجين، هاي طلبوا عندي قارش شلون تفضل وتخلص، هاي ضروري.